السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب وطلبات الصف الثالث الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم Math for Free. النهاردة بإذن الله هنشرح Lesson 2 من Unit 1 درس Multiplying by 100 and 1000. طبعا الدرس اللي فات كنا شرحنا Multiplying by 10 وعرفنا الـ Proverbs اللي عليه. النهاردة هنكمل الدرس. أول حاجة لو جينا نقول 100 بلس 100 بلس 100 يعني ايه؟ معناها ان ال 100 هنا اتكررت كم مرة؟ 3 مرات. يعني هنقول ال 100 تايم ايه؟ تايم 3. احنا خدنا المرة فاتت لما النمبر يتكرر كذا مرة بنكتب نمبر وجنبيه تايم او ملتبلاي يعني العدد بتاعه. يعني 100 بلس 100 بلس 100 معناها ان ال 100 اتكررت 3 مرات او اتعمل لها ريبيتد اديشن 3 تايمز، يبقى 100 ملتبلاي 3 يعني 300. طيب لما نيجي نقول 120 ملتبلاي 10، قلنا اول حاجه بنعد الزيروهات، عندي هنا 0 وهنا 0 يبقى 2 ايه؟ يبقى 2 0، يبقى الطبيعي ان هكتب 100. بعد ما اشتري 0 هنا و0 هنا يعني 0 هكتب هنا 100 هتبقى ايه؟ هتبقى 12. طيب 1 ب 12 يبقى 12 وكان بها كام 0؟ جنبيها 0 يعني 12 تايم ايه؟ عندنا 0 بقوا يعني 12 تايم 100. تاني 120 تايم 10 ايكوال 12 تايم كام؟ هقول له 120 تايم 10 اشتغل الزيرو هنا والزيرو هنا اللي هم 0 واكتبهم هنا همت، ماشي؟ هيتبقى 1 تايم 12 بايه؟ ب 12. نيجي السؤال اللي بعده، ماشي؟ 60 تايم 8 تايم 10 ايكوال، عملنا ايه اول حاجه؟ خدنا ال 60 مع ال 8 لوحدهم والايكوال هنعمله تايم ايه؟ 10. طب حطينا ال 60 وال 8 في براكتس ليه؟ لان احنا عندنا 10 دي اللي هنعملها تايم في الاخر عشان طبعا بتسهل لنا الايه؟ الملتبلاي. وهنقول 60 تايم 8 الاول يعني 6 تايم 8 ب 48 ونحط جنبها الايه؟ الزيرو، تبقى 480 اهي 6 تايم 8 48 ونحط الايه؟ الزيرو ونعمل نمبر ده تايم الايه؟ ال 10. عندنا كام زيرو؟ عندنا زيرو في التن وزيرو هنا يبقى زيروهين، يبقى 100 تايم 48 بكام؟ 4800 او 4800. يبقى هنا حطينا الزيروهين وعملنا 48 تايم 1 ب 48 وجنبها الزيروهين. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، 10 تايم كام ايكوال تو 100 بلس 600 بلس 100؟ طبعا لازم نجمع الارقام دي الاول، كام 200 و 600 و 100 يعني شاطر يعني 900 يعني 10 تايم كام؟ طبعا 900 يعني في هنا زيروهين، احنا ما عندناش هنا الا زيرو واحد، يبقى نضطر هنا نحط الزيرو الايه؟ الثاني، عشان يبقى هنا زيرو وهنا زيرو هيدوني الزيروهين اللي في الايكوال، ويتبقى 1 تايم كام تديني 9؟ يبقى 1 تايم 9 ونحط الايه؟ الزيرو. تمام؟ يبقى ثاني يبقى هنا 10 تايم 90 ايكوال 200 بلس 600 بلس 100، طبعا احنا ما جمعنا دول قلنا بكام؟ ب 900. نيجي هنا 1000 تايم كام ايكوال 6000؟ 1000 تايم كام ايكوال 6000؟ طيب هنا عندنا كام زيرو؟ 3، يبقى لازم بعد الايكوال يكون في 3، عندي بعد الايكوال كام؟ 3، يبقى خلاص الزيروهات اللي هنا واللي هنا اشتغلهم مع بعض مش عايزهم. هتبقى عندي 1 تايم كام ايكوال 6؟ يبقى 1 تايم ايه؟ 1 تايم 6، شطار. طيب 1000 تايم كام ايكوال 92000؟ برضه بنعد الزيروهات اللي قبل الايكوال ولازم يكون في زيها بعد الايكوال. هنا في 3 يبقى في هنا 3 زيهم. خلاص هنا في 3 زيروهات فعلا وهنا في 3 زيروهات، خلاص نشتغلهم مع بعض. هيبقى 1 تايم كام ب 92؟ يبقى 1 تايم ايه؟ تايم 92. نيجي السؤال اللي بعده، 7 تايم 1000 ايكوال كام؟ 7 تايم 1000 بكام؟ ب 7000. طب ال 7000 ايكوال كام تنس؟ هنا كلمة تنس عارفين ان تنس يعني ايه؟ يعني زيرو، يبقى هنشتال من النمبر ده التنس اللي هي زيرو يعني. لما نشتال زيرو من هنا هتبقى كام؟ هتبقى 700، يبقى اروح اكتب على طول هنا ايه؟ 700. نيجي السؤال اللي بعده،
80 hundreds equal كام تايم 100 equal كام؟ نحل الجزئية الأولى الأول. 80 hundreds 80 hundred يعني 80 وجنبها 100 يعني زيروهين يعني 8000. 8000 هو كتب لي هنا 100 يعني زيروهين بس، و 8000 يعني 3 زيروهات. ده معناه ايه؟ معناه ان اللي قبل الايكوال 3 زيروهات واللي بعده زيروهين، يبقى المفروض اللي هنا يبقى قد اللي هنا. طب يا مستر هنا 3 زيروهات وهنا زيروهين نعمل ايه؟ يبقى نزود لها هنا زيرو، هيتبقى 8 تايم كام ب 1 تايم كام ب 8 يبقى ايه؟ ب 8. يبقى ال 8 وحطينا جنبها الزيروهات زياده، يبقى هنا 8000 ماشي. او ممكن نعملها بطريقه ثانيه خالص، نشتري ال 100 مع ال 100 وتبقى 80، اروح اكتبها فين؟ اكتبها هنا، يبقى 100 اشتغلها مع ال 100 لان ال 100 ايكوال 100، وهنا ال 80 اكتبها الناحيه الثانيه، او احول الليتر اللي عندي لديجيتس، يبقى 80 100 يعني 8000، هشتغل منها الزيروهين يتبقى 80. نرجع بقى نعمل ال 80 تايم 100 ب 8000. نيجي للسؤال اللي بعده، 20 تايم 100، 20 تايم 100، طبعا نعد الزيروهات الاول زي ما احنا متفقين على كده، هنا 1 2 3 يبقى هكتب 3 زيروهات هنا، وبعد كده اعمل 2 تايم 1 ب 2 يبقى 2 ايه؟ 2000 عندنا هنا 100، يبقى اروح الناحيه الثانيه واشتغل كام زيرو؟ شطار اشتغل 2 زيرو، هيتبقى ايه؟ هيتبقى 20. نيجي للصفحه اللي بعدها، 30 تايم كام تايم 100 ايكوال كام تايم 100 ايكوال 6000. طيب هنا عندنا في هنا زي ما احنا شايفين ميسنج نمبر، وهنا برضو في ميسنج نمبر، بس هنا بعد الايكوال جايب لنا النمبر. خلاص يبقى اروح ابدا من اول الجزء ايه؟ من اول الجزء ده. طيب هنحل ازاي؟ هنشوف ال 6000 عباره عن كام تايم 100. ازاي يا مستر؟ هنعد الزيروهات اللي بعد الايكوال والزيروهات اللي قبل الايكوال. هنا بعد الايكوال 3 زيروهات، يبقى الطبيعي ان يكون هنا في كام زيرو؟ برضو يكون في 3 زيروهات. طيب اعمل ايه؟ هنا عندي زيروهين وهنا 3، يبقى لازم هنا ازود لها كام زيرو؟ شطاره ازود لها زيرو، عشان يبقى هنا 3 زيروهات وهنا 3 زيروهات. يبقى على طول نكتب هنا ايه؟ نكتب 60. تمام؟ خلاص جبنا السبيس الميسنج نمبر اللي هنا، نروح بقى نحل نجيب الميسنج نمبر الاولاني. هنا ال 100 ايكوال ال 100. طب هنا 30 تايم كام تديني 60؟ هنقول على طول هنا 0 ايكوال 0، يبقى 3 تايم كام ب 6؟ 3 تايم 2. نيجي للنمبر اللي بعده، 4 تايم 50 تايم 10 ايكوال كام تايم 100؟ على طول نشوف الزيروهات اللي قبل الايكوال والزيروهات اللي بعد الايكوال. هنا عندي كام 0؟ 2، وهنا 2. خلاص يبقى نشيل الزيروهات مع ال 100. ايه اللي هيتبقى؟ 4 تايم ايه؟ 4 تايم 5. 4 تايم 5 بكام؟ ب 20. نرجع بقى نعمل هنا الجزء ده ملتبلاي، 20 تايم 100 عندي 3 زيروهات، يبقى اروح اكتب هنا 3 زيروهات واقول له 2 تايم 1 ب 2 يبقى على طول 2000. نيجي السؤال اللي بعده، هنا برضو في ميسنج نمبر وهنا في ميسنج نمبر وهنا الايكوال موجود، يبقى على طول هبدا منين؟ هبدا من الحته اللي فيها الايكوال واقول له بقى ان ال 4000 عباره عن 10 تايم كام؟ طيب يلا نعمل ايه؟ يلا يا شطار نعد الزيروهات اللي قبل الايكوال واللي بعد الايكوال. هنا في زيرو واحد وهنا في 3، يبقى لازم ازود هنا كام زيرو؟ 2. شطار، هيتبقى 1 تايم كام ب 4؟ 1 تايم 4، ونحط جنبهم 2 زيرو يبقى 4 ايه؟ 400. طيب كده جبنا الميسنج نمبر اللي هنا، نروح بقى نحل الجزئيه الاولانيه. هنحلها ازاي؟ هنقول كام تايم 100 ايكوال 10 تايم 400، برضه نعد الزيروهات، هنا زيروهين وهنا 3 زيروهات، يبقى لازم نزود هنا ايه؟ نزود هنا زيرو، هيتبقى 4 تايم 1 بكام؟ ب 4، يبقى الايكوال 40. نيجي بقى للسؤال دوت، 7000 بلس 100 بكام؟ ب 7100. طيب نعمل ايه؟ نعد الزيروهات اللي هنا، هنا في 2 زيرو وهنا في زيرو واحد، يبقى اشتغل زيرو مع زيرو، اتبقى 700 اند ايه؟ اند 10، اروح اكتبها ايه؟ اكتبها هنا. نيجي للسؤال اللي بعده، 5000 بلس 100 بكام؟ ب 5100. طيب هنا جايب لي كلمه ايه؟
hundreds يبقى هيشيل من هنا كام زيرو؟ شطار زيرو اهي، هيتبقى كام؟ ال 51 اروح على طول اكتبها فين؟ اكتبها هنا. طبعا درس النهارده زي ما احنا شايفين كان بسيط وسهل لانه يعتبر تكمله للجزء اللي فات. يبقى كده احنا خدنا ملتبلاي 10 و 100 و 1000. فكره الدرس بتعتمد على ايه؟ على عدد الزيروهات قبل الايكوال وبعد الايكوال، او ملتبلاي باي بيرفكت نمبر اللي هم 10 و 100 و 1000. كل اللي بنعمله ان احنا بنحول الزيروهات من قبل الايكوال لبعد الايكوال او العكس، ونعمل الارقام الباقيه ملتبلاي ونجيب الايكوال. نذاكر الدرس كويس ونحاول نحل عليه اكسرسايز كتير، ونشوف الفيديو مره واتنين عشان نفهم الدرس كويس. ولو في اي حاجه مش فاهمينها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جايه من حلقات برنامجكم Math for Free. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.